عزيز اريدك ترفع هاي السماعه مال التليفون. يا ما قبل هذا ايه الو اكيد لحقت عليها اكيد. الو رمشلي من تشتاق وانا اتصل بيك فدوى الرصيد يروح بس كون احاشيك. الو ايوه الان كلش هلو ايش قد شو على محمد؟ ايه ايش بيه؟ قلبه يوجعني. لا قلبه يوجعه يقول بعت له تاير ليس ممطيني فلوسه. ابو التايرات يجيني عباس يطلبني وانا مشتري له على المقطوع اشتريت. عباس بيزه. الو في مال لا عيوني في مال لا 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 خلي ها. اجمل اتصال منين جاك بكل حياتك تعتبر هذا اجمل اتصال وصل لك؟ ولادة ابني الاول. وين كنت وخابره؟ بالاذاعة. اي اتصلت بيها بنت اختي زين على الولادة فهذا أي. يوم مفرح يعني وجديد وسعيد في حياتي. زين كنت مراهقتك تستخدم التليفون وتسولف ويا الحبيبة؟ شلون؟ مدى سمعك؟ استخدمت التليفون في مراهقتك؟ انت ايش عليك؟ زين انت ايش عليك صدقني؟ سولف لا لا صدق انت ايش عليك يعني؟ مو يعجبني ادري تنافق مثلا انا. حبيبي انا حبي الاول والاخير الى زوجتي الحجيه ام سمير واولادي وبناتي واحفادي ويعني هذا الحب الكبير. اوكي هو هذا اللي يشغلني في حياتي. انت جاي تريد تنبش وتنفق تنافق علينا بشرف اذا ما تسكت ترى ازق شيء. بالكواليس قلت لي قلت لي انا كنت احب بنيه اسمها زينب. زينب؟ اي يا زينب هاي قبل لا اتزوج كانت علاقه ومتقدم لها وانت ما موافقين عليك. بعد كذب بعد بعد. قلت لي هذا الحكي لو ما قلت لي ها لا ما قلت له لك انا اقول له انت إيه؟ فضيحه. زين حب حياتك هو زواجك نفسه اللي هو ام اولادك وبيبيه احفادك. والله حقيقه يعني يعني زوجتي الحجيه ام سمير يعني رفيقه عمر و ربت اولادي وبناتي احسن تربيه والحمد لله والشكر هم كلهم متزوجين الولد والبنات وقريبين يمي واسعد بشوفتهم ولقائهم وحنين عليهم وايضا انا اشارك هذا الحنان ويجون الاحفاد يعني نسمه صباحيه تفاؤل يعني حتى لو انت تعبان شوية ضايش تعبان تغير جو ينزل علينا الدومي مثلا هذا أصغر واحد تجينا ليونة تجينا نور يجينا عزاوي واحد من أحفادي اسمه عزيز جن يعني عدد لك يوم 12 واحد خير من الله فهذا الحب يعني ماكو أجمل من عنده فإذا يعني لا تنافق وتشغلنا منه وتطلع منه وتسوينا مشاكل الثاني طلعت منافق وأنت منافق واللي حكى قبل الكواليس بس قول اخاف منه سميره هي إيه؟ هي مو جتي وقالت يعني هي جتي وقالت لك الك يعني قالت لك انا احب العزيز كريم مو هي اللي قالت لك لا انت قلت لي لا لا انت قلت انا شاهدت المصور صدق عمو مو مش يقول كذاب. انا احبك هواي انا احبك بعد وياك احبك هواي. وابقى احبك حتى لو كل يوم تقتلني وترد تحين احبك الله الهوى بصدرك الله 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 نروح فاصل شنو هذا؟ رجع راح يخلص الرصيد تشاو رقاتسي بالايطالي مع السلامه يعني انا سعيد بيك والحكي وياك يخبل يا مرحبا والسوالف وياك شلون نقول تفلش يا مرحبا وين شي يقولون؟ نرحب بيك اجمل حبيب.